وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن العلاقات المصرية اليونانية القبرصية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة القائمة على تبادل المصالح المشتركة بين الدول الثلاث. وكشف الوزير أن الصادرات السلعية المصرية للسوق القبرصية حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 81.5%، حيث بلغت 33 مليون يورو مقارنة ب 18 مليون و200 ألف يورو في عام 2016، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغ العام الماضي 45 مليون يورو، منها 33 مليون يورو صادرات و12 مليون يورو واردات. وفيما يتعلق بحركة التجارة البينية بين مصر واليونان، قال قبيل إن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر واليونان حقق عام 2017 نسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2016، حيث بلغ العام الماضي 350 مليون يورو مقارنة ب 319 مليون يورو عام 2016.